إمبراطورية إبراهيم العرجاني من السجن إلى أكبر شركات المقاولات في مصر، إمبراطور شمال سيناء والمتحكم في التجارة والمقاولات بالمنطقة. إبراهيم العرجاني واحد من أبرز أفراد قبيلة الترابين بشمال سيناء، وكان من أكبر المستفيدين أو زي ما بيقولوا كده بابا المجال من عمليات نقل البضائع اللي كانت بتتم عن طريق الأنفاق إلى قطاع غزة. كتير من الناس بتقول إنه كان بيتم في الأنفاق دي كل أنواع عمليات التهريب، سواء أفراد أو مخدرات أو سلاح أو سلع غذائية وخلافه. موضوع الأنفاق بعد الثورة الدولة دمرته بالكامل، بس قبل موضوع تدمير الأنفاق دي كان العرجاني ظهر في الصحافة سنة 2008 عن طريق القبض عليه وعدد من أفراد قبيلته بعد محاصرتهم لعدد من مراكز الشرطة واحتجاز عدد من ضباط وأفراد الشرطة داخلها بعد قتل أخوه واتنين معاه في أحد نقاط التفتيش القريبة من الحدود مع إسرائيل لأنهم كانوا مسلحين ورفضوا يقفوا في منطقة التفتيش. بعد وقعة القبض عليه بسنتين في 2010 أفرج عن العرجاني و62 من البدو، وكان بينهم سالم لافي صديق العرجاني علشان الوضع يهدى في شمال سيناء. بعد كده ظهر العرجاني بس في وضع جديد وأسس شركة كبيرة للتجارة والمقاولات اسمها أبناء سيناء، وبعد كده عمل مجموعة العرجاني اللي بتضم عدد كبير من الشركات، واحتكرت شركته عملية إعمار غزة وكانت المتحكمة في نقل مواد البناء للقطاع. بعد ما العرجاني سطع نجمه عمل حاجة جميلة في سيناء، كون قوات من أبناء القبائل ودربها علشان تقضي على التنظيمات الإرهابية واللي بتقتل أهل سيناء ظلم، وعلشان البدو هم أكتر ناس عارفين الطرق والممرات الجبلية في سيناء واللي بيستخبى فيها العناصر الإرهابية. بعد ما أسس العرجاني شركة أبناء سيناء وكون تحتها عدد شركات واللي مؤخراً رفعت أنقاض العدوان الإسرائيلي على غزة في 2021 وشارك كمقاول رئيسي في خطة الإعمار اللي بقيمة 500 مليون دولار. وفي نفس السنة أسس إبراهيم العرجاني شركة هلا للخدمات السياحية اللي هتتولى حصرياً نقل أهالي قطاع غزة بالباصات الخاصة بيه بعد إصدار تأشيرات خاصة بيهم مقابل دفع الرسوم المقررة، زي شركة تسهيل السعودية اللي بتشتغل في مصر. ناس بتقول إن العرجاني عمل أعمال عظيمة وشغل ناس كتير من أبناء سيناء في شركاته المختلفة، وبيعمل خير كتير جداً من خلال مبادرة الوسيم الخيرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الوطني الأهلي التنموي بشمال سيناء وتنمية شبه الجزيرة. وناس تانية بتقول إن عليه علامات استفهام كتير وكون ثروة كبيرة غير معلومة المصدر. في سنة 2022 عين العرجاني عضواً في جهاز تعمير شبه جزيرة سيناء، واللي بعد القرار ده أصبح العرجاني من أبرز رجال الأعمال في سيناء ومصر كلها، بعد ما كان معتقل زمان. وكمان وقعت شركته السنة دي عقد رعاية مع أكبر نادي في مصر، النادي الأهلي.